باتش حبيبي وصل يا ناس. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. احنا هنقضيها سلامات. ايدك معايا، عايز اخش. طلبتيلي الشمباشي يا حبيبي؟ لسه الاوردر واصل حالا قبلك، وسخن ومقرمش كمان. طلبتيلي وراك زيادة؟ طبعا يا حبيبي، طلبت 12 ورك زيادة. ايوه كده، وانا لازم يعني ازعل وزيب البيت عشان تجيبيلي الشمباشي؟ اوف، مفيش حاجة تيجي من غير منهدة خالص كده. ما هات اخر زمن يا حبيبي. ما انا كنت خلاص خلصنا، اخش اغير اطلع الاقي الاكل على الترابيزة. احنا بنضيع يا مستر سوبر هنيدي، بنضيع والمحلات كلها واقفة. ما تبعتوا تجيبوا طلبية خلطة تانية، ايه المشكلة؟ الخواجة حيشك فينا وحيقول اننا بنبيعها سوق سودة. ده الكونتينر ده مفروض يغطي شغلنا شهر ونص على الاقل. حبعت اقول له ايه؟ خلصتهم في يوم؟ ما ينفعش طبعا، الخواجة هيجي يقولك حاسبني على اللي بعته. الله ينور عليك. طب ما السوق فيه خلطات جاهزة كتير، ما تشتروا منها يا مستر كلب البحر. الجمهور المصري بقى زواق جدا وذكي جدا، وبيعرف الفرق بين الخلطة بتاعتنا والخلطة المصري اللي بتتباع جاهزة، اللي هي يعني عبارة عن شوية دقيق وشطة وعيش ناشف مطحون. هما يعني المصريين عايشين على الشمباشي من أيام الفراعنة؟ ده ما بقالوش كام سنة. الجيل الجديد بيفقسها بسرعة، هما دول جمهورنا وهي دي المشكلة. صعب صعب نضحك عليهم، صعب. طب سيبنا كده يومين نفكر ازاي ممكن نعرف نوصل للي سرقكم. يومين ونرد عليكم. ها مخترع النيل انت؟ هنيدي ما توترش امي بقى. الله، انا بخترع يا اخي مش بحمر سجق. ايه ده، اصبر. طب لو ما فيهاش اساءة ادب مني يا عبدين، ممكن اعرف انت بتخترع ايه بالظبط في ليلتك السودة هذه؟ بعمل اختراع اسمه جوجل الروايح. جوجل الروايح يا دانا يا انت، مقبولة منك يا عم، بس ممكن اعرف الكشاف اللي نزل على وش ده سببه ايه؟ ما تسيبه يتكلم، عايزين نفهم ايه جوجل الروايح ده. هو جوجل ده بيعمل ايه؟ بتخش تدور فيه على الحاجة اللي انت عايزها، صح ولا لأ؟ بس اخرته ايه؟ الامباليه. وبعدين بقى عمو كده كتير، هو مفيش حد قاعد الا انا. اسمع يا جاهل، اتفضل يا دكتور زويل. جوجل اخره تديله كلام يرد عليك بكلام، تكتب له اخبار سوبر هنيدي يقول لك تلاقي فين اخبار عن سوبر هنيدي. اختراعي انا بقى يا جماعه ادي لجوجل روايح، فهمني، يقول لي بقى الروايح دي الاقيها فين. يعني حولت جوجل لكلب بوليس يعني؟ حاجه زي كده. هنشمم جوجل الروايح ريحه الخلطه السحريه، وحدد له نطاق البحث وزمنه، وهو هيقول لنا موجودة فين. ها جاهزين؟ جاهزين.